আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, নামাজের পরে 7টি মসনুন দোয়া, যে সমস্ত দোয়া আপনি যদি নামাজের পরে করেন, যা হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত দোয়া করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে এই দোয়াসমূহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এমন অতি চমৎকার সুন্দর সুন্দর দোয়া প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে অথবা যে কোনো নামাজের পরে আপনি এই দোয়াসমূহ করে আপনার দুনিয়া এবং আখেরাতের অসংখ্য অফুরন্ত কল্যাণ হাসিল করতে পারেন। আসুন, তেমনি 7টি দোয়া আমি সহিহ হাদিস শরীফের আলোকে যে সমস্ত দোয়া প্রমাণিত সেই 7টি দোয়া আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক। اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلي إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أرد إلى الأرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر مسيح الدجال
اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر مسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر مسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين